وأنا قبلت الزواج منها لنفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا. مبارك سيدي. أنا اليوم حابة أحضر مثل أي أردني بهذا الفرح، فرح الأردن، فرح ابننا، مثل ما حكت جلالة ستنا بحفل الحنة لما خاطبتنا وقالت هذا ابن كل الأردنيين، فنحن فرحنا من يوميتها لهلأ ونحن عم نستنى هاي الفرحة لحتى نشارك بهذا الإشي. أنا بحب أحكي أنه أنا سعيد جداً بأنه إجا عرس ولي العهد بهاي الفترة العمرية اللي أنا فيها عشان أعيش كامل الأجواء، وشعور جداً بشعر بالفخر والسعادة. هذا عرس الأردنيين كلهم، عرس الشباب كلهم، الأردن كلها فرحانة، الفرحة تعم أرجاء الأردن، شوارع الأردن، محافظات الأردن، شباب الأردن من مختلف المحافظات موجودين.